حسينا بالهم بس الهم ما رضي فينا. لما انخلصت الحرب الأهلية سنة 1990 رضي الشعب اللبناني، إذا ما بدنا نقول انجبر، إنه أمر الحروب والطوائف ورعاتهم وحشتهم يتسلموا زمام السلطة السياسية. وقتا قال للشعب إنه وجودهم بالسلطة هو الضمانة لبناء الوطن وتقدمه وازدهاره. وبعد ربع قرن بعده هالمواطن ناطر الكهرباء والمي والضوان الصحة وأبسط متطلبات الحياة. 25 سنة مرقوا بعض الأشخاص ذاتهم على نفس الكرسي، عم يحكوا نفس الخطاب، عم يوعدوا نفس الوعود، وما عم يتغير شيء على أرض الواقع. 25 سنة وبلدنا رهينة بإيد دول ومصالح إقليمية وعالمية، وكل حزب وتيار سياسي تحول عن عقيدته وفكره ليصير ميني سفارة خارجية بيستقبل بيوصل رسائل على حساب اللبنانيين. والأسوأ اتفاقهم على السرقة على عينك يا تاجر. واليوم ذكرى الاستقلال اللي كتار من اللبنانيين ما بقى يحسوا فيه، لأنه في سلطة غايبة عن تفاصيل حياتنا اليومية، لأنه في دولة ما منعرفها إلا وقت دفع الضرائب وزبوطة ومنع المتظاهرين. جينا اليوم لنوقف بهيد الساحة ذكرى عيد الاستقلال، بس وين الاستقلال لما في أفراد بيستغلوا سلطتهم ليمددوا لحالهم مش مرة مرتين ويخرقوا الدستور؟ سلطة أخذت معها شهور لتفبرك حكومة مضيت بكامل أعضائها على تسكير مطمر الناعمة مش مرة مرتين من دون ما يفكروا بحل بديل قبل ما تصير الأزمة النفايات. واليوم بعد 4 شهور نفس السلطة اعترفت إنه الأزمة مستمرة لأنهم مختلفين على الحصص، وكل طرف عم يسأل شو بيطلع لنا. بيطلع لكم شعب وعي قرر يتظاهر، يقفوا بوشكم بعد ما سكرتوا كل بواب التغيير الديمقراطي. شعب يجتمع بعيد الاستقلال لأنه متفق على شيء واحد، إنه صار وقت يصير في استقلال حقيقي عن استغلالكم لمناصب عامة كان المفروض إنه تكونوا فيها لتمثلوا الناس مش تمثلوا عليها. جينا اليوم لنقلكم إنه خلصنا من مرحلة الدفاع عن النفس، خلصنا من التبرير عن أحقية مطالبنا، خلصنا من فبركاتكم وكذبكم وتجيشكم الطائفة، خلصنا من الرد على اتهامات أثبتت بطلانا. نحن اللي بموقع القوة وإنتوا اللي بموقع الضعف، لأنه نحن اللي ما قلنا تاريخ مشوه، نحن اللي ولا مرة كذبنا عن الناس، لأنه نحن اللي ولا مرة كنا مسؤولين عن عسكر مخطوف أو هجرة شباب أو فساد مؤسسات أو خرق قوانين. اصلا مين نحن ومين انتو؟ نحن الناس المسحوقه بسببكم، انتو اللي متسلطين بقوتكم مستغلين اوجاع بعض الناس لتضلكم بمناصبكم. خلصنا من مرحله الدفاع وانتقلنا لمرحله الهجوم على طريقتنا. جينا اليوم لانه زباله بعدها بالطرقات وبعدها عم تنكب بالوديان والانهار والغابات. فيكن تقولوا لنا مين المسؤول؟ مين اللي بيقبض معاشات من المال العام ووجباته يلاقي حلول؟ مين اللي بيكذب على الناس ووعدهم بخطه وبعد شهرين قال اختلفنا على شو بيطلع لنا؟ جايين نسالكم وين القرارات والمراسيم اللي بتعمل حل مش مؤقت، حل دايم، لانه بفضلكم هالازمه ممكن تتكرر مره وبعد مره وبعد مره. جينا نسالكم عن صحتنا، عن بيئتنا، عن بلدنا. كمان جينا لهون لانه بنرفض الارهاب. نرفض تتحول حياتنا كمواطنين لتصير رهينة الأمن. نحن ضد الإرهاب، ضد الفكر الحائد المجرم الطائفي اللي هو نتاج مباشر للخطاب اللي عيشتونا فيه لسنين. نرفض نخضع متظاهرين للإرهاب السلطة وتخويفها ومحاولات تركيعنا وإلهائنا عن حقوقنا. جينا نتضامن مع أهلنا المقاومين بكل المناطق اللبنانية من كل الطوائف، المقاومين اللي يضلوا بهالبلد اللي مش مأمن لهم أدنى مقومات الحياة. جينا اليوم لنقلكم إنه القوى الأمنية واجباتها تحمينا كمواطنين، ولو اشتغلت هالأجهزة بأقصى طاقاتها مثل ما اشتغلت التوجيهاتكم للقضاء على تحركاتنا كنا قدرنا نتجنب موت أبرياء كتار، برج البراجنة، جبل محسن، باب التبانة وغيرها من المناطق اللبنانية. جينا اليوم لأنه نحن واعيين تماماً أنه كلنا مظلومين لمية سبب وسبب، لأنه واعيين أنه في عسكر مخطوف وشباب مهاجر وناس همّة تلاقي بيت ولقمة أكل،
واعيين تماما انه في كتار قلوبهم علينا ولو ما قدروا يكونوا معنا اليوم. جينا لانه واعيين انه الجوع، الفقر، الحرمان، البطاله والوجع ما بيعرفوا طايفه، ووعدنا لهم ما بيعرفوا طايفه ولا منطقه. نحن ولا يوم ناسيين الناس اللي بالارياف والضواحي والقرى والمدن، وعهدنا لهم انه مستمرون بنضال لكرمالنا كلياتنا. جينا اليوم لانه نحن مع الدستور اللبناني وتطبيقه بعد ربع قرن على اقراره، كرمال هيك من دون اي اصطفافات سياسيه ولا اي اعتبار لكلام اي فرد من افراد السلطه السياسيه. نحن مع انتخاب رئيس للجمهوريه اللبنانيه، نحن مع اقرار قانون انتخابي جديد بيضمن صحه التمثيل لكل الشعب اللبناني. جينا اليوم لنقلكن ايه عارفين شو بدنا. بدنا دوله، بدنا شوارع وبيئه خاليه من النفايات، بدنا حقوقنا، بدنا تغيير سياسي حقيقي. كيف؟ اذا ما بتعرفوا كيف قوموا عن كراسيكم. نعرف كتار من المواطنين اللبنانيين، نعرف كتير من المواطنين اللبنانيين القادرين يعملوا احسن من شغلكم بكتير. جينا اليوم لنقول للكل نحن مع الحل، نحن مع الدولة. عم تسألونا عن مشروعنا؟ قولوا لنا انتو شو مشروعكم، قولوا لنا شو نظرتكم للبلد، شو حلكم للزبالة، شو حلكم للكهرباء، شو حلكم للبطالة، محلكم تحلوا عنا؟ من اسبوع رفضتوا تعلنوا حداد رسمي على مواطنين لبنانيين ابرياء بس لتشرعوا سرقه 4 مليارات دولار تتنزاد على الدين العام، ولكم سنين ما اعطيتوا فئه من المواطنين حقوقها بحجه الافلاس، صح؟ انتوا المفلسين اخلاقيا. انتوا المفلسين اخلاقيا. جينا اليوم لنقلكن انه معركتنا صارت مفتوحة. من اليوم بالرايح رح نكون اكتر بالشوارع، رح نشتغل اكتر على ملفات بتفتح فسادكم بكل المجالات، رح نبلش بالقضاء، بالدوائر الرسمية، بممتلكاتكم، بشرككم، مقتنياتكم الشخصية. ما بدكم تشيلوا زبالة من الشوارع؟ طيب رح نبلش رح ننبش زبالة ماضيكم لانه طلعت ريحتكم. عيد بأي حال عدت يعيد استقلال والدولة منهارة فوق ركام مؤسساتها خرائبها، يقبع البوم صيارفة وسماسرة وزعماء طوائف وخدام سفارات أجنبية. استقلال والدولة منهارة، يقبع فوق أكوام نفاياتها الغربان، غربان السياسة ينتظرون تحت أعلام الاستقلال التي لوثوها بفسادهم أمراً يأتيهم من الخارج بتعيين رئيس أو بعقد جلسة لحكومة ميتة أو إقامة مجلس عزاء لها أو لاستصدار قانون أو إلغاء قانون. عافاهم الله، خدماتهم للأجنبي جاهزة دائماً وغب الطلب. أي استقلال وأطفالنا يموتون على أبواب المستشفيات؟ أي استقلال وشبابنا يهيمون في الأزقة يبحثون عن عمل، يسحقهم اليأس، ترمي بهم البطالة والعوز في مجاهل الدنيا. استقلال وأهلنا يقذفون بأنفسهم وبأولادهم في البحار، لاجئين غير شرعيين إلى المجهول، فتبتلعهم البحار وتقذف أشلاءهم على الشواطئ الموحشة. استقلال وشعبنا تستعبده اللقمة يرميها إليه أولئك الذين نهبوا عرق الشعب وعافيته وداسوا كرامته وصادروه بالتعصب والجهل ومزقوه طائفيات ومحسوبيات وأزلاما وقطعان رعايا. استقلال ونفر من شبابنا، جنودنا، حماة الوطن لا زالوا مخطوفين في كهوف الإرهاب، لا تسمع دولتهم أنين جراحهم ولا تحس بلوعة أهلهم. يقولون أن الفراغ في سدة الرئاسة إهانة للشعب، بل الإهانة أن تملأ هذا الفراغ إرادات خارجية برؤساء تابعين هم بذاتهم الإهانة للشعب والاستقلال ولكرامة الوطن. الاستقلال
نعم نحن الذين نريده عزة لوطننا وكرامة لشعبنا، ونحن الذين نصنعه بإرادتنا الحرة وعزم شبابنا، فلا يمن علينا به أحد ولا يقيده أحد ولا يطبخه لنا أحد في مطابخ السفارات الأجنبية على لهيب النفط المسموم. الاستقلال الذي يتسع به صدر الوطن لكل أبنائه وينشده أولادنا في المدارس الرسمية التي يجب أن تتسع لكل أولادنا أباتاً مرفوعي الرؤوس، هذا هو الاستقلال، الاستقلال الحقيقي الذي نصنعه اليوم، الذي نصنعه نحن اليوم، ولسوف نحققه، يقيناً سوف نحققه لوطننا، ولن يتمكن بعد اليوم السماسرة واللصوص والمرابون وتجار السياسة والوطنية والدين، لن يتمكنوا من سرقته مرة أخرى. نعم بدنا نحاسب، بعد اليوم لن ينجو أحداً منهم بسرقاته وارتكاباته، بدنا نحاسب وبدنا نعاقب أيضاً، مش لحالنا، معنا كتار من أبناء شعبنا، واليوم معنا شركاء أعزاء من أكثر من 14 مجموعة مطلبية طلابية ونسائية وشعبية آمنوا بمشروع المحاسبة، وعدنا إلكن نكملوا كلنا سوا. بالأخير نحن كحملة حنقدم ورد لأهالي العسكريين المخطوفين، عربون وفا إلهم وللأسرى، أسرى الجيش، وعدنا إنه نحقق المحاسبة، بدنا نحاسب. شكراً.